طيب، بداية نروح في جولتنا لعالم تويتر وأبرز التغريدات المميزة لليوم. نبدأها بحساب إنجينير علي، أرفق مقطع فيديو لتجربة فيزيائية وعلق عليها بجنون الفيزياء. وأنا من وجهة نظري صراحة هو جنون المغامرة. راح نشوف مع بعض هذا الفيديو لرجل حب يثبت نظرية فيزيائية معينة، ولكن استخدم نفسه في هذا المكان. شايفين هذا الجنون بالضبط؟ فكرته كانت برمي الكرة على العمود وتفضل تلف تلف تلف، وهو في نفس الوقت يقفز. الفكرة طبعا هي في أن نجح في المسألة، واستطاعت الكرة إنقاذه في اللحظة الأخيرة. شايفين؟ هذه طبعا أنقذته من الفتفتة اللي كانت حتصير له لو أخطأ في هذه التجربة. طبعا ما أنصح أحد أبدا أنه يجربها. إلى حساب أروى، صراحة يعني الأجواء الجميلة اليوم ما كانت تتفوت أبدا، ولا المناظر، خصوصا عندنا في مدينة جدة. أرفقت مقطع فيديو وعلقت عليه، وربي ما في مدينة تنافس مدينة جدة وقت المطر. صراحة يعني جدة جميلة في كل حالاتها، وبالذات في أوقات المطر مدينة لها طابع مميز في مثل هذه الأجواء الجميلة، خصوصا عندنا بحر. وبالنهاية جدة أم الرخة والشدة، استمتعت بزخات المطر الجميلة، وأتمنى فعلا أن الكل يستمتع بهذه الأجواء الرائعة اليوم، صراحة ما تتفوت أبدا. إلى منوعات سميراليا أيضا، نتكلموا عن مقطع فيديو دائما ينشر كثير من مقاطع للناس اللي يحبوا المغامرات. هذه المرة مغامرة صراحة علق عليها بمجرد نزهة. هي ما كانت نزهة أبدا، هذا بالنسبة لي مو نزهة يا جماعة. في كثير من الناس يحبوا المرتفعات والمناطق الجبلية، وقادرين فعلا على القيام بنزهة في هذه الأماكن مهما كانت مرتفعة أو خطرة. أنا شخصيا لو بس فكرت في أني أطلع لمكان زي كذا أدوخ، فعلا أدوخ. فما بالكم لو طلعت هناك؟ أنا أعتقد أني ممكن أتشنج مكاني أوقف. تعرفوا يعني وضعية البوز، ما في حركة ولا صوت ولا خلاص، يعني فعلا أتجمد مكاني. شيء غريب صراحة، اللي عندهم متعة ويحبوا هذه المغامرات ممكن يجربوها. إلى حساب نوات، في الصين سووا شيء مرة غريب وعجيب في نفس الوقت، راح نتكلم عنه الآن. أنشأت قرية شيلينشاي الصينية رمز باركود مكون من 130 ألف شجرة. طبعا هذا الباركود يمكن مسحه لتأخذ المشاهدين إلى صفحة السياحة الرسمية. صراحة رهيبة الحركة، واللي اقترحها خياله واسع جدا، وأكيد أنه محب للتكنولوجيا. بس نفسي أعرف، هذا السؤال اللي جاني فيه فضول، هل بالفعل ممكن يشتغل هذا الباركود إذا عملنا له سكان ولا لا؟ يعني الصين صراحة ما سابت شيء إلا وسوتها. نعيش ونشوف.